عرض الأخبار. أهلا بكم. انطلقت صباح اليوم حملة مراقبة الجودة للمعهد الوطني للاستهلاك بمشاركة هيكل وزارة التجارة وإدارة الشرطة البلدية والصحة العمومية وما يقارب 20 فريق مراقبة توزعوا على إقليم تونس الكبرى لمراقبة جودة المنتوجات ومجابهة الغش حتى تكون الجودة في مستوى تطلعات المواطن. وقد سجلت عديد المخالفات الصحية في عدة محال أدت إلى تحرير محاضرة ضدها، إضافة إلى إتلاف بعض المنتوجات وإلزام أصحابها بعديد الإصلاحات تجنبا لعقوبات أشد صرامة. مثل التشريع المتعلق بالمؤسسات التي تمر بصعوبات اقتصادية محور الملتقى الدولي الذي انطلقت أشغاله اليوم بتنظيم من مركز الدراسات القانونية والقضائية التابع لوزارة العدل. الملتقى الذي يشارك فيه عدد من القضاة ورجال القانون وأكاديميون من تونس والخارج توقف عند التجربة التونسية وكل من التجربتين المغاربية والفرنسية في المجال التشريعي الخاص بالنهوض بالمؤسسات التي تشكو صعوبات اقتصادية. وتركزت المداخلات في الجانب التونسي حول الهينات في قانون الإنقاذ لسنة 1995 الخاص بمساعدة المؤسسات على تجاوز صعوباتها المالية ودعوة مجلس نواب الشعب إلى التسريع في المصادقة على المبادرة التشريعية المعروضة عليه لتنقيح هذا القانون. تعهد رئيس الحكومة الحبيب الصيد اليوم خلال زيارة إلى عدد من المؤسسات في منطقة جمرت بالضاحية الشمالية للعاصمة بالتعجيل في البت في ملف إسناد لزمات استغلال الميناء الترفيهي مارينا جمرت. وأكد الصيد إمكانية البت نهائيا في ملف إسناد اللزمة لاستغلال هذا الميناء بعد تكفل وزارة أملاك الدولة وشؤون العقارية باقتناء جزء من المشروع وإحالته إلى وزارة السياحة دون المرور بالضرورة عبر مجلس وزاري. احنا تونس هو اسم اكبر علم في العالم سيتم انجازه على مساحة 10 هكتار ونصف من قطع النسيج المركبة ببادرة من شركة تونسية للمنسوجات، وسيقع في الثاني من مايو القادم تقديم العلم باكمله بمنطقة عنق جمل بنفطة من ولاية توزر. وستتم رسكلة هذا القماش وتحويله الى اغطيات وزعه على المدارس الداخلية بالمناطق المحرومة. وتشرف وزارة السياحة بالتعاون مع الديوان التونسي للسياحة والجامعة التونسية لوكالات الاصفار على هذا المشروع. دوليا الآن وبلهجة حادة توجه رئيس الوزراء الليبي عبد الله ثني بالكلام إلى كل من دولتي قطر وتركيا متهما إياهما في حديث أدلى به لإحدى القنوات الروسية الخاصة بدعم الإرهاب في بلاده وتمويله. على صعيد الدبلوماسي استأنفت أطراف الأزمة الليبية جلسات الحوار بمدينة الصخيرات المغربية تحت إشراف الممثل الخاص للأمم المتحدة لليبيا برناردينو ليون، ويرجى من هذه المباحثات في جولتها الرابعة التوصل إلى اتفاق شامل يكفل خروج ليبيا من أزمتها السياسية. خلال اجتماع ممثلي تحالف دولي ضد الإرهاب وبحضور ممثلي 62 دولة في واشنطن، أعلن رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي أن خطر ما يعرف بتنظيم الدولة الإسلامية يتجاوز العراق، محذرا من خلايا نائمة تابعة للتنظيم تنتشر في عدة دول. ودعا العبادي المجتمع الدولي إلى التصدي للمقاتلين الأجانب الذين يتوافدون إلى العراق للقتال في صفوف التنظيمات الإرهابية. وكان العبادي قد صرح بعد يوم من لقائه الرئيس الأمريكي باراك أوباما في واشنطن بأن أبرز أولوياته استعادة مدينة بيج النفطية واسترجاع محافظات الأنبار. أفاد شهود عيان أن اشتباكات عنيفة اندلعت في مدينة تعز وفي محيطها، إذ خاض لواء من الجيش ورجال قبائل معركة ضد مقاتلين حوثيين. قبلها دعا نائب الرئيس اليمني خالد بحاح ورئيس الحكومة المعترف بها دوليا دعا قوات الجيش الموالية للرئيس عبد الله صالح إلى الالتحاق بما سماه الشرعية، وأكد أن حكومته تتجنب الدخول في حرب برية لتفادي المزيد من الضحايا. الموجز انتهى. شكرا للمتابعة، نلقاكم بإذن الله في نشرة الثامنة. إلى اللقاء.